اليوم باسمكم نرسل رسالة لأسران الأبطال للذين يشهرون إيمانهم وإرادتهم وقبضاتهم وجوعهم في وجه هذا الاحتلال الغاصب. اليوم أكثر من 1500 أسير من كل التوجهات من كل الفصائل في كافة المواقع يبدأون هذه المعركة، وهذه المعركة معركة ممتدة. هذه المرحلة في السجون، ولكنها تتويجا لمعركة دائرة منذ أكثر من قرن في فلسطين. هؤلاء الذين يشهرون إيمانهم وإرادتهم في وجه السياسة العنصرية، في وجه سياسة الإذلال، هؤلاء ما دخلوا السجون إلا لأنهم يحلمون بالحرية والتحرير لفلسطين، كل فلسطين. العدو بسياساته العنصرية، العدو بمحاولته لكسر هذه الإرادة، وهؤلاء الأبطال بإجماعهم وبإسناد شعبهم لهم وبإسناد كل أحرار العالم. هذه ليست معركتهم وحدهم، هذه معركتنا أيضا، هذه معركة الحرية والأحرار في فلسطين وفي خارج فلسطين. هشام عبد الرازق فليتفضل على بركة الله.